اهلا وسهلا ومرحبا بكم، رجعنا لكم من جديد. هذه المره السياحه في دبي غير المره هذه بدينا من التوب، من موشن جيت دبي، من دبي باركس اند ريزورتس. ما ادري هو ملاهي، هو منتزه، هو مطاعم، هو سينما. اهم من هذا كله جنبك في دبي على طول. أنا الآن موجود في دبي أوتودروم. أول ما وصلت على هنا غيرت سيارتي من البيتش باجي لسيارة ثانية مختلفة أكثر بكثير وأجمل بكثير. أودي تي تي. أيوة السرعة والفخامة والتوب سبيد والدراج ريس والدريفتينج الموجود هذا المضمار في دبي أوتودروم. هنا في حلبة راح ندخل جوا ونجرب السيارة. بعد كل هذا التعب اللي صار والنطنطة اخترنا أكشخ فندق ممكن نوريه للناس، بلاسو فرزاتشي، فندق جديد في خور دبي من تصميم فرزاتشي نفسهم. الآن احنا رايحين لمطعم إيطالي اسمه فانيتز. فانيتز مطعم إيطالي موجود داخل فندق فرزاتشي. خلونا نروح نشوف كيف الشكل. وبكذا نكون وصلنا لآخر حلقتنا اليوم. نراكم مرة ثانية في حلقة جاية. الحلقة الجاية فيها أشياء أعظم من اللي شفناه اليوم. خلوكم معانا ومع السلامة.